في بداية البريميرشيب. هنا خطأ يستفيد منه فريان يريد أن يكون البطل، والكرة ترجع عن طريق بنتيكي. بنتيكي المهاجم والنوم في العسل، والكرة خطيرة، والكرة عن طريق كريم الأحمدي. كريم الأحمدي 28 سنة متوسط ميدان المغرب، كان ممكن يسجل أولى الأهداف. هذه الكرة بنتيكي يصنعها، بنتيكي يعطيها التوزيعة توصل، ونشاهدوا الامتياز. شوف طلب الكرة والقادمون من الخلف، شوف لابيل دوبان، ترجع كرة للأرسنال، ممتاز ممتاز، يقتنص الكرة سيرج، هو في خطأ في توزيع، تمشي كرة من فابيان ديل، ديل في عندي كرة، واحدة يا الأحمدي، واحدة يا الأحمدي، كريم ويحط كرة ممتازة والتسديد، وفرق الصدارة والقمة. كرة ترجع من كريم الأحمدي في خطأ، نعم فاول، فاول للنجم المغربي كريم الأحمدي. خطأ، يصفر الحكم على ماتيو فلامي، وضعت الكرة كيف جيرو وأوليفي أوت. يخرج الأحمدي، يدخل